اول حاجه فيهم التشكيك في قصه انه الولد ده يكون عمل حاجه. كانت ظاهرة امبارح على اولا السوشيال ميديا. الدي ان ان حسم المساله وقال انه هذه الاشلاء هي اشلاء محمود. طيب سيبك من الدي ان بعض الناس قالت الدي ان ايه يطلع في الوقت بسرعه، ده النهارده في ده واحد طلع ده خبير 12 كبير ساعه بالظبط قال لك من تحتاج 12 من ساعه 4 من ل 12 4 ساعه. ل 12 ساعه برضه مش دي القضيه. يقول لك اصله الولد لما دخل، طب ليه ما دخلش مصلى رجاله؟ هو داخل يصلي؟ يعني انا حاطط حزام ناسف وعندي 22 سنه لازم وداخل اجري ورايا فرد امني بيقول لي انت رايح فين انت رايح فين، ده ثابت في البتاع في الكاميرا، انت رايح فين انت رايح فين. يعني هو ما كانش موجود في الاول، هو اقتحم زي ما هو شفنا في الفيديو. هو اقتحمت الصلاه، الصلاه بدات والقداس بدا وهو داخل لما يجري. كل المصلين راحوا بالظبط، هو داخل يجري وراح داخل جاري، داخل جاري وداخل يجري. هو هيقول والنبي وروني الباب بتاع الرجاله فين عشان هو مش عايز يصلي. هو اي باب لقاه مفتوح قصاده راح داخل جوه الباب وراح ماسك البتاع على طول، بدليل ان في الفيديو بتاع التبكير هو دخل ما مرش اربع خمس ثواني، اربع خمس ثواني والكلام بتاعه. بالمناسبه مفيش حاجه اسمها 12 كيلو دي ان تي الحزام ولا حاجه، الحزام كله حوالي 5 كيلو. حزام كله من قالوا 20 كيلو لا 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 ده كلام الاوليه اللي كان برضه بيهري بيها الناس على الفيسبوك وعلى التويتر بس وبعض بس الخبراء. الانفجار كان ضخم في النيابه، هو من 5 الى 6 كيلو الحزام نفسه اللي كان موجود. وبالمناسبه تم تفتيش الشقق، وفي صور انا جايبها للشقق نفسها اللي تم تفتيشها بتاع الزيتون وبتاع مدينة نصر. مدينة نصر محمود شوف لنا برضو الفيديو عشان نفكر الناس بالشكل اللي حصل. وهتشوف كمان انه في الشقق دي لقيوا حزامين تاني. بص في الأحزمة هتلاقي يعني تقدر انت بالعين المجردة هو نفس الأحزمة دي ونفس الكيلو جرامات من الديناميت اللي محطوطة في الأحزمة دي، هم حوالي 18 كيلو جرام ديناميت موزعة على 3 أحزمة، منهم الحزامين اللي اتوجدوا داخل الشقق دي والحزام اللي اتوجد في مكان الحادث اللي حصل بيه التفجير. وبالتالي مفيش حد داخل زي ما قلت لحضرتك، وأي دكتور نفسي يطلع يفسر لنا حالة نفسية لشاب عنده 22 سنة معبأ جيدا أنه يروح يموت ينتحر ومعاه حزام ناسف وداخل يجري بسرعه خايف حد يظبطه. هو هيسال جوه والنبي وروني فين الباب بتاع الستات وباب بتاع الرجاله، الباب اللي لقاه مفتوح راح داخل وما شافش. هو في الحاله دي وانا سالت اطباء نفس كتير، هو ما بيشوفش، هو مش شايف، هو دماغه في حته تاني خالص وعينيه في حته تاني خالص، هو رجليه عامله زي الدابه اللي عارفه الطريق بيجري بسرعه كده، اول ما فتح دخل باب راح عامل كده خلص الموضوع في ثانيه. طيب